الموضوع معانا بسيط جدا. احنا عندنا في حاجة اسمها الترانزاكشن، تمام؟ الترانزاكشن دي ان مجموعة عمليات، طبعا الترانزاكشنز ليها حاجات نظرية المفروض نتكلم فيها بالتفصيل، بس مش محتاجها، انا بس محتاج ادي نبذة صغيرة جدا عنها. ان في عملية تراجع عن التنفيذ، في عملية حفظ مؤقت، في عملية حفظ نهائي. الحفظ المؤقت في بعض الداتابيزز بتسبورته، في بعض الداتابيز تقول لك لا، انت يعني عايز تعمل حاجه اسمها سب ترانزاكشن، يعني ترانزاكشن جوه ترانزاكشن جوه ترانزاكشن، وتكمت وترول باك بس، ولو موضوع السيف بوينت في كده وفي كده. المهم يعني الفكره ببساطه، انا لما جيت عملت رول باك عن اللي احنا عملناه، احنا كنا اخر امر عملناه اللي هو، او كنا عملنا قبلها اوامر كتيره زي الاضافه في الاري اللي هو 012. فانا لما برجع كده الاقي، لما ارجع للبيانات بتاعتي على رقم 4، الاقي ان مفيش تراجع تم. الراجل والبيانات بتاعته موجوده، مفيش تراجع بيتم. طبعا الكلام ده مرجع بالجيسون على فكره، محدش بس بقى معلق الموضوع بتاع الترانزاكشن بالجيسون، الموضوع ده ملوش علاقه بكده خالص. يعني مثلا لو عندنا مثلا تيبل زي الكولج ديجري فيها مثلا بيانات اهي، لو احنا حبينا نعمل له انسيرت عشان ده جدول صغير يعني، فقلت له مثلا نقول له احنا عايزين نشتغل على جمله انسيرت في الكولج ديجريز، وقلت له الفاليوز مثلا 1 2 3 4 4 بيانات، ومثلا نقول مستر مثلا اي حاجه. المفترض ده عشان تقدر ترجع فيه او تقدر تنفذه لازم يبقى فيه حاجه اسمها، طبعا المفترض ان بيحصل في الماي سيكوال هي بيبقى موجود في الاعدادات بتاعتها، ان هي او بي اتش بي ماي ادمن، مش كل الداتابيز زي بعض، مش كل يعني الاي دي اي زي بعض. خد بالك من الحته دي مهمه جدا، عشان ساعات كنا كتير جدا ناس بتيجي تطبق حاجات ما بتشتغلش معاها. الاي دي بتاعت البي اتش بي ماي ادمن عندها كوميت اوتوماتيك، لان هي مكتوبه بكود بي اتش بي وبتبعت الاوامر للماي سيكوال. في ناس بتشتغل حاجات تانية على كوماند برومبت، صح؟ ممكن نفتح الكوماند برومبت بتاعنا سي ام دي ونفتح الماي سيكوال مباشره، وفي الحاله دي هيبقى وضعنا مختلف. في ناس بتستخدم مثلا الماي سيكوال ورك بنش مثلا، لازم تستخدم يعني على حسب التول اللي انت شغال بيها، الموضوع ده بيبقى فيه شويه حاجات بتختلف عن بعضها. اول حاجه، حاجه اسمها الاوتو كوميت. الاوتو كوميت دي حاجه مهمه جدا، لان اغلب السيستمز اللي موجوده بتاوتو كوميت لوحدها، يعني بتحفظ حفظ نهائي اوتوماتيك، بتحفظ حفظ نهائي اوتوماتيك. في امر ممكن نقول اسمه سيت اوتو كوميت، تمام؟ وقول بقى بتساوي اوف او بتساوي زيرو، زي ما انا زيرو او اوف واحد، تمام؟ معناها ايه؟ حفظ تلقائي ايه؟ يقف. حفظ تلقائي ايه؟ يقف. يبقى ده امر من الاوامر، او هو لو جيت قلت اوف، ماشي؟ الكلام ده ينفع في اغلب السيستم، يعني تقريبا كل الاي دي ايز الا بي اتش بي ماي ادمن، يعني انك انت اصلا بتسيف وبتدوس امر، فالكود بتاع الديزاين ده بيبعت الامر للداتابيز ويرجع يبدا من اول وجديد، فاهمني؟ فهو ويب، يعني عشان ده ويب بيزد، يعني غير مش كله زي بعضه، لكن ده عشان ويب بيزد كده. طبعا عكس الاوامر دي، انك تقدر تعمل اوتو كوميت واحد واوتو كوميت ايه؟ اون، تمام؟ هنا فهقول له مثلا سيت اوتو كوميت اوف، وقلت له كنا عملنا انسيرت احنا والله ضيعناها، ماشي. انسيرت انتو تبلو كان اسمه ايه؟ كوليدج ديجري، صح؟ فاليوز وقلنا اربعات كوما، وقلنا مستر، تمام؟ وعملنا جو، قال لي ان ايه؟ ان البيانات دي اتضافت، صح؟ عمل اوتو كوميت اوف والبيانات اتضافت. قلت له ماشي، ارجع كده لهنا، تعالى نعمل رول باك. بس قبل الرول باك تعالى نبص على الداتابيز بتاعتنا اصلا، اتضافت البيانات، اتضافت مستر ده اتضاف،
اللي حصل له. واخدين بالكم معايا ومش واخدين بالكم معايا؟ الامر اللي عملناه اهو، احنا عملنا انسيرت انتر كولج ديجري اللي هو اربع اربعات خليناه مستر، تمام؟ الاربع اربعات ده عملناه مستر. فلما رحنا هنا على الكولج ديجري مش موجود، صح؟ مش موجود، هو لسه مجرد حاجه مش موجود ده. ايه؟ مش موجود، قلت لكم ميت. كوميت يعني ايه؟ هيلث. حط له كوميت، ارجع نعمل ريفريش، هو ما اتضافش. هو الراجل مش مبسوط، احنا على داتابيز سكول، وهنا احنا على داتابيز سكول كولج ديجري مظبوط. تاني نعمل الاوامر هي هي، ادي الانسيرت. قال لي ماشي، وقال لي ان وان رو انسيرتد، الراجل مش نايم. يعني المفترض لو رحنا على كولج ديجريز ايه، مفيش، طب مفيش امبلي رقم 44 ده مثلا تيتشر؟ لا في اهو. طب ايه؟ طب تعالى نرجع كده تاني، هو هو الامر بتاعنا. وقلنا له كوميت، يعني بعديها قلت له ايه؟ احفظ لازم ستارت. خلاص هو كده لازم. انا كنت عايز بس اوريكم ان هو انا بالنسبه لي ان انا ستارت الترانزاكشن مفيش مشكله. هعمل ايه؟ هاجي في الاول هنا واقول له ستارت على ستارت ترانزاكشن، ماشي؟ وضفت رو، بعد كده عملت كوميت، ماشي؟ ايه اللي هيحصل؟ ده العادي، ده اللي بيحصل اوتوماتيك لما انت تكون عامل اوتو كومنت، ماشي؟ لما دخلت كده على جوه قال لي في عندك ايرور في الـ ايه؟ قلت له ماشي. سيمي كولون، بس ايرور في السيمي كولون. هو عمل ستارت ترانزاكشن وعمل انسيرت وعمل ايه؟ وعمل كومنت. تعال نشوف كده كده سايب اهو، ماشي؟ اللي هو عمل ايه؟ سايب، ماشي شباب؟ ما احنا عملنا ايه؟ بدأنا قعده جلسه، دي معنى فتحنا جلسه، بنعمل انسيرت وبعد كده عملنا كوميت. طيب لو انا جيت كنت عامل ستارت ترانزاكشن انسيرت انتو كولج ديجري مش عارف ايه ايه، ماشي، تعال نخلي مثلا ايه هو هو ونخليه مثلا نقدر. بس هاجي هنا بدل كوميت هكتب كلمه ايه؟ رول باك. هكتب كلمة إيه؟ رول باك، ماشي يا شباب؟ أنتوا معايا ولا سامعيني ولا إيه؟ محدش معايا خالص. لا معايا. حضرتك مع حضرتك في المايك بس. طيب. أنا المفروض هضيف له دكتور، صح؟ هضيف له دكتور. بس عملت بعديها رول باك. عملت بعديها إيه؟ رول باك. ودوست جو. برضه بننسى السنجول. سوري. الحته دي عشان اخدنا، وهنا برضه بس لسه يكون عشان ما تاخدوا الكود الاساليب، تمام؟ طيب عملنا كده ترانزاكشن وعملنا انسيرت وعملنا رول باك. طبعا الترانزاكشن بتتم في الاساس مع الانسيرت والابديت والديليت، ماشي؟ مع الانسيرت والابديت والديليت. انا قلت له دخل اربع اربعات دكتور ورول باك على طول، يعني تراجع عن الامر ده. لما عملت كده تمام ورحنا على الكولج ديجري وقال لي خلاص انا تيست ترانزاكشن، عملت الرو وقال لي 1 رو انسيرتد، وبعد كده قال لي رول ايه؟ قال لي رول باك. لما ارجع كده للكولج ديجري هلاقي ان مفيش ايه؟ السجل ده مش موجود، صح؟ اللي هو كان دكتور ما بقاش موجود. ليه؟ لان تم التراجع فيه، لان تم الايه؟ تم التراجع عنه او تم التراجع في الامر ذات نفسه، فما بقاش الامر ايه؟ موجود. الكلام ده هو هو لو انا جيت كنت عامل كده قمت قايل له ديليت ديليت فروم، ماشي، الكولج ديجري، ماشي.
يعني قلت له احذف كل البيانات الموجوده في كل ديجري، يعني احذف كل الايه؟ كل ريكورد، صح؟ معايا؟ ايوه تمام. هيحذف كله. لما اقول له رول باك، لما اقول له رول باك معناها ايه؟ لا ما تحذفش، رجعت في كلامي. فهمتوها؟ هتبان قوي معانا لما نجربها دي. انا ضد ليد وايه الفكره في الاولدر؟ انا بحذف وبقول له رول باك في نفس الاولدر، طب ما انا الغي الاولدر نفسه من الاول. لا 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 لا، هقول لك انا الفكره. انت كويس انك برضو ايه قلت قلت اللي بيدور في بالك. ده المفترض ما يحصلش في نفس الاوردر. ممكن بعد اذنك عشان افهمها لك افتح اروح على الداتابيز بتاعتنا على بيتش بي ادمن ماي سيكوال بيلد، ماشي؟ وافتح السي ام دي واخش من خلال السي ام دي، ماشي؟ تمام. يعني هعمل كده دوت على ماي سيكوال وهقول له داش يوزر اللي هو روت، ماشي؟ وداش باس تقول له ايه؟ روت. هو المشكله بس زي ما قلت لك ان البي اتش بي ما يقدم بيسلم اوتوماتيك، تمام؟ فانت عشان كده حاسس بالموضوع ان هو ايه الكلام الفارغ ده. فلو قلت ستارت ترانزاكشن وهبدا جلسه، ماشي؟ بدات جلسه، قال لي خلاص كويري اوكي وزيرو روح فيك. قلت له عايز اشتغل، قلت له انا عايز اشتغل. فقمت جاي اعمل ايه؟ قمت اعمل انسيرت اهي، ماشي؟ قال لي ضفتها لك. وقمت عامل انسيرت اهي كمان. قال لي دي موجوده، قال لي دوبليكيت، ماشي؟ عشان برامر كي، يعني برامر كي يعني موجود قبل كده، ماشي؟ خليه خمسات مثلا لو حد. مش مشكله، هو الجدول فيه اي رقم يا عم اهو. ضاف، ماشي معايا كده؟ متعمل سيلكت استرسك فروم الكولج ديجري ده، ماشي؟ قال لي عندك اهو اثنين اللي هو الوحيد فيه منه تو ريكوردز والاربعات فيه منه ثلاثه ريكوردز، ماشي؟ معايا؟ انت قايل له ديليت فروم الكولج ديجري، ماشي؟ قال لي في 5 روز ايه؟ افكتد، صح؟ وقمت عامل له ايه؟ بس كده مسح كله يا دكتور. قلت له سيلكت، وماله يا عم انت هتخوفني؟ امسح كله. سيلكت استك فروم كولج ديجري. قال لي امبتي سيت، صح؟ هقول له بقى رول باك. خد بالك بقى من اللي هيحصل. هقول له دلوقتي ايه؟ رول باك. قال لي اوكي. سيلكت فروم الكولج ديجري، رجع للاصل الاول. اللي هو حتى من قبل اول انسرتايه اللي هي اربع اربعات دكتور مش موجود. قال لي لا مستر كانت موجوده، صح؟ او دكتور مش موجوده لكن مستر كانت موجوده. خدت لي بالك؟ لو انا في الحته دي يا دكتور رحت عامل رول باك تاني. يعمل رول باك تاني هيعمل يعني الفكره يعني رول باك تاني. رول باك ايوه اكتب تاني ولا اصعب؟ وبعدين حضرتك بقى رول باك عاشر. هو في اصلا حاجه يتراجع عنها؟ مفيش حاجه يتراجع عنها. خلاص خلاص ما فيش حاجه يتراجع عنها. البوينت بتاعته وخلاص رجع للاصل.